مشاهدينا الكرام، لكم منا التحية والسلام في برنامجنا الجديد اللي بنتناول فيه الأجمل والأفخم والأرقى والأغلى ضمن 1 كيلومتر مربع. خلكم وياي. معكم مشاهدينا، بنبحث في الماضي العريق وبنتسلق وبكل شغف الحقب التاريخية والجغرافية والجيولوجية للمكان وصولا إلى لحظتنا هذه. معي الأستاذ سعيد خميس السويدي، رئيس وحدة دراسة الأنساب بالمركز الوطني للوثائق والبحوث. مرحبا فيك أستاذ. مرحبا يا طارق. كيف حالك؟ عساك بخير. طيب الحمد لله. أباك تخبرني في الأول عن هذا المكان، خلنا نقول من 200 أو 300 سنة قبل، كيف كان هذا المكان؟ طارق، أساساً جزيرة أبوظبي كانت غير مأهولة بالسكان، كانت أهالي المنطقة تسكن المنطقة الغربية. وأذكر لما زرت، يعني في إحدى زياراتي للمنطقة الغربية، زرت الباحث علي بن أحمد الكندي. وعلي بن أحمد معروف أنه يعني أساساً اليوم يعتبر أحد المصادر الرئيسية بما يخص المنطقة الغربية. فظهرت وياه وقال لي سعيد بنسير وياك منطقة اسمها السرة في 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 المنطقة الغربية. فنحن مارين هناك صوب السرة، قال لي تشوفه في شفنا حصن متهدم، يعني متهدم الحصن في ومسور. فقال لي تشوف الحصن؟ قلت له نعم. قال لي اعتقد بان هذا الحصن هو حصن الظفره، وحصن الظفره هذا مذكور في مخطوطه كشف الغمه، والمخطوطه هذه تعود احداثها الى القرن السابع عشر. فتم ذكر بنياس المنطقه الغربيه وحصن الظفره في عام 1633. فكانت السكنة هناك، خلنا نقول في السرة إذا صح الكلام، وكانت فترة المقيض في واحة ريوة، كانت نخيلهم هناك، فيظهرون من المنطقة هذه ويروحون منطقة ريوة، مقيضهم كان هناك ويحضرون ليوة. أما الرجال فوين كانوا يتجهون؟ يتجهون للغوص. نعم. فكانوا يجون جزيرة أبوظبي، ومن جزيرة أبوظبي يظهرون للغوص. فكانت فترة تواجدهم في الجزيرة فقط في مواسم الغوص. وكان الشيخ ذياب بن عيسى المتوفى عام 1793 كان فقط يزور الجزيرة في مواسم الغوص، إلى أن توفى الشيخ ذياب بن عيسى. وبعد ذلك مسك المشيخ الشيخ شخبوط بن ذياب ولده، وابتدأ حكمه في جزيرة أبوظبي عام 1795 بعد وفاة أبوه بسنتين. في فترة حكمه اكتشفوا مصادر المياه، هي كانوا يسمونها مليح الأول، فمليح مسماي لأن مياهها يعني مالحة، ما كانت ملوحة المياه. نعم. فسبحان الله لين حصلوا مصادر المياه العذبة، فبنوا برج للمراقبة، وتقول الروايات بأن أول برج تم بناءه هو البرج الشمالي الشرقي اللي هو هذا هو أقدم برج تم بناءه. فهذا كان البرج، وكانت يعني هني كانت مصادر المياه يمكن حول المنطقة هذه. بعد ذلك لما مسك الشيخ شخبوط من ذياب الحكم، ضاف على البرج هذا الحصن، ولو أنه مو بالشكل النهائي اللي تشوفه الحين، لكن المهم أنه هذا كان أول جزء من الحصن، وبعد ذلك أضافوا البنيان المكمل له إلى أن بنوا قصر الحصن، ومنها ابتدت الحياة في الجزيرة. خبرني، متى أهالي المنطقة هذه قاموا يرتدون هذا المكان، سواء كان بالعبور أو بالسكن؟
مثل ما ذكرت لك أخوي طارق أن الزيارات كانت فقط في مواسم الغوص، إلى أن استقر الشيخ شهبوط بن ذياب في الجزيرة في عام 1795، ومعها تم تكملة بناء الحصن. من تم اكتشاف المصادر هذه في، وتقول الروايات أن في عام 1761 تم بناء البرج لحماية المياه، فيقال من هذاك التاريخ في غضون سنتين زادت عدد البيوت من 20 إلى 400 بيت، فسكنت الجزيرة في خلال سنتين. في خلال سنتين نعم. فمنها من انبنى الحصن، يعني خلاص صار الاستقرار في الجزيرة، صار الاستقرار بشكل دائم. يعني العاصمة انتقلت من المنطقة الغربية من واحة ريوة إلى الجزيرة أبو ظبي. نعم، إلى جزيرة أبو ظبي. وكان في أي سنة تقريبا هذا؟ النقلة هذه كانت ما بين الستينيات من القرن الثامن عشر، اللي هي يعني 1761 ابتداء من هذا التاريخ، إلى عام 1795. هل كانت المنطقة هذه فيها خضار، فيها شير، ولا كانت قاحلة؟ هي كانت شبه قاحلة، ما كانت فيها حياة. نعم. حتى أن النخيل اللي فيها، يعني جودة التمور اللي فيها ما كانت جيدة، لأنك أنت كل ما ابتعدت عن ساحل البحر تدخل داخل، يعني في البلاد تدخل، يعني توصل للواحات، هناك جودة التمور تكون أعلى. فالحين أنت وين تشوف يعني في البلاد أفضل التمور؟ في العين، في ليوة، وفي ليوة لأن هي بعيدة عن الساحل. صح. فالتمور اللي كانت في أبو ظبي ما كانت جيدة، وما كانت صالحة للبلاد، يعني للمعيشة مثل واحة ليوة ومثل العين. مشكور أستاذ سعيد، وما قصرت على المعلومات الطيبة. مشاهدينا الكرام، رحلة الاكتشاف والبحث في قصر الحصن ألين الحين ما بدت. بنسير وياكم إلى دائرة الأحداث من قبل 200 سنة عشان نتعرف أكثر عن قصر الحصن. خلكم ويانا بعد الفاصل. واحد كيلو متر مربع، هذا الرقم يبين أنه بسيط، لكن في حقيقة الأمر هذا الرقم يحمل تاريخ عريق يساوي آلاف الأرقام. مشاهدينا، في كل شبر من قصر الحصن كان في سنين عقود مرت مليئة بالأفراح والمناسبات السعيدة، واتخذت قرارات في هذا القصر كتبت وقرأت خلف هذه الجدران عشان يبقى هذا الحصن حصين من أي شيء ممكن يشوه سمعته أو يطمس الذاكرة الجميلة. مشاهدينا الكرام، بعدنا في قصر الحصن، وعشان نعرف عن تاريخ المكان هذا ويانا الأستاذ عمر الكعبي اللي بيخبرنا أكثر عن تراث هذا المكان. مرحبا فيك استاذي. يا هلا، كيف حالك استاذ عمر؟ طيب. يا هلا استاذ عمر، اباك تخبرني عن قصر الحصن. طبعا انا عرفت من شوي ان قصر الحصن او المنطقه هذه كانت صحراء قاحله ما فيها اي شيء. اباك تخبرني متى البشر جو هني، ومتى حطوا ايدهم وسكنوا في هالمكان هذا؟ طبعا قصر الحصن يعود تاريخه لمنتصف القرن الثامن عشر، مع بدايه بناء البرج او الابراج لحمايه مصادر المياه الموجوده حول القصر. هني بداية منتصف القرن الثامن عشر. في نهاية القرن الثامن عشر بدأ بناء القلعة أو قصر الحصن الداخلي. طبعا القصر كان من بداياته من منتصف القرن الثامن عشر إلى وقت الحاضر قائم مكانه. تعاقب عليه عدة حكام وعدة أجيال. في مرحلة من مراحله تمت عليه إضافات عدة في القصر نفسه. المرحلة الثانية أو المرحلة الثالثة اللي هي زيادة أو تكبير القصر نفسه من عهد الشيخ شخبوط. طبعا الزيادة الخارجية كانت حول القصر أو جعل القصر جزء منه. من كم سنة هالكلام تقريبا؟ تقريبا الزيادة بعد شخبوط كانت في أربعينات القرن الماضي. طبعا بعد هاي الفترة القصر نفسه
لا ننسى ولازم نذكر الفضل اللي قام به المغفور له باذن الله الشيخ زايد رحمه الله باهتمامه بالماضي والتراث، حيث امر ترميم هذا القصر واعادته على هيئته الاوليه على ما كان عليه في بدايه القرن العشرين. الجدير بالذكر الترميم والحفاظ اللي قام عليه المغفور له باذن الله الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله، حيث امر بترميم القصر واعادته على ما كان عليه في بدايه القرن العشرين. زين استاذ عمر، ليش نبنى القصر هني بالذات؟ يعني ليش ما نبنى في مكان ثاني؟ طبعا نحن هني في جزيره ابو ظبي. الجزيره نفسها هي موقع دفاعي يعتبر، لانها محاطه باخوار والمد والجزر يصعب الدخول والخروج للجزيره، ففيها ميزه ميزات الدفاع، بالاضافه الى ان حول ابو ظبي عمق المياه، العمق مش عميق جدا، فهذا يمنع السفن الكبيره في هذاك الوقت من الاقتراب من الساحل، فيكون القصر بمنأى عن مدافع السفن المعاديه. كذلك نقدر نقول او يكون هو السبب الرئيسي لوجود القصر هني مصادر مياه العذبه في هذا المكان اللي توجد حول القصر في مواقع ثانيه بعد في جزيره ابو ظبي. طبيعه الحال احنا في جزيره مصادر المياه العذبه تكون قليله او منعدمه بعض الاحيان. في جزيره ابو ظبي تم التعرف في هذه المنطقه ان فيها مصدر مياه عذبه، لذلك كما قلنا ان تم بناء الابراج لحمايه هذه المصادر. نذكر اجزاء اخرى من الجزيره وجد مياه عذبه ايضا. شو هي طبيعه قصر الحصن اليوم؟ وشو اهميته عالميا ومحليا؟ طبعا تكمن اهميه القصر نفسه انه رابط بين الماضي والحاضر والمستقبل. الحفاظ على هذا المبنى التاريخي او كتراثنا ككل واجب الكل لازم يقوم به. لاجل ان توصل هذه الرساله للاجيال القادمه بافضل صوره ممكنه من ناحيه الحفاظ على تاريخنا، قيمنا، عاداتنا. فالرساله اللي وصلها هني ان مهما صار من تطور او تقدم لا يمكن ان نترك الماضي ورانا. لازم نربط ماضينا بالمستقبل، فالحفاظ على القصر هذا بافضل صوره ممكنه و حمايته من اي عوامل خارجيه هو هدف نسعى للوصول اليه لايصال هذه الرساله للاجيال القادمه. شو الخطط المستقبليه للترويج عن قصر الحصن؟ طبعا قصر الحصن يروج لنفسه، حيث ان من اقدم المعالم التاريخيه في جزيره ابو ظبي، وهو رمز لبداية استيطان في الجزيرة نفسها. في مهرجان قصر الحصن الذي يقيم السنة اللي طافت في منطقة الحصن أو منطقة قصر الحصن، السنة في أضافوا شيء جديد للمهرجان، وهو السماح للجمهور بالدخول لأول مرة داخل أجزاء معينة من القصر لمشاهدة الأعمال والترميم اللي تقوم به هيئة ابو ظبي للسياحة والثقافة داخل القصر. وهذا المهرجان يعد احد الاساليب الترويجية للقصر وللعمارة ككل. يعطيك العافية وما قصرت استاذ عمر على المعلومات القيمة. مشاهدينا الكرام، بعدها رحلتنا مستمرة في قصر الحصن، وبعد شوي بنصير نتعرف على امور الترميم لهذا القصر. خلكم ويانا. مرحبا فيكم مشاهدينا مرة ثانية في 1 كيلومتر مربع، ورجعنا عشان نكمل حديثنا وبحثنا عن قصر الحصن، والمرة هذه ويانا الأستاذ عقيل أحمد عقيل اللي بيخبرنا عن أمور ثانية ومختلفة يرويها قصر الحصن. مرحبا فيك أستاذي، كيف حالك؟ مرحبا، عساك بخير. الله يسلمك. أباك تخبرني أستاذ عقيل أول شيء عن المبنى هذا أو عن أقسام المبنى. نعم، قصر الحصن مر بعدة مراحل تاريخية. كان أول شيء القلعة القديمة واللي كانت لها دور كبير من ناحيه اجتماعيه وسياسيه وسكنيه.
في فترة الأربعينات أضاف في عهد الشيخ شخبوط أضاف الجناح الجنوبي والجناح الشرقي اللي كان الغرض منه السكنة، وتم استخدام مساحات داخلية للقلعة القديمة للأغراض الإدارية والسياسية. بالإضافة لذلك يمكن رؤية مجلس الشيخ شخبوط الذي كان يتم فيها الاجتماعات الدورية وأشهرها اجتماعات الخاصة بحقوق التنقيب عن النفط. زين خبرني يعني تحت العوامل الطبيعية الرياح والزوابع اللي كانت تصير، كيف كانت تتم في الأيام هذيك خلنا نقول من قبل قرنين؟ نعم. كيف كانت تتم عملية البناء والترميم لهذا المكان؟ ممكن تلخيصها بكلمتين، الذكاء الفطري لأهل المنطقة. قدروا بذكائهم الفطري يجيبوا المواد من البحر ويعيدوا تشكيلها وتهيئتها بطريقة تسمح بالبناء، بالإضافة أنهم كانوا في ظروف القاسية سابقاً استخدموا أيضاً بعض التقنيات المعمارية الذكية والجميلة مثل البارجيل أو منصات الهواء اللي كانت تدخل الهواء داخل المجالس أو المساحات. بالإضافة لذلك أن البناء المعماري الموجود في قصر الحسن هو يعكس البناء والنمط التقليدي والإسلامي، فكان توجه المبنى هو توجه إلى جهة القبلة، جميع الفتحات أو أغلب الفتحات الموجودة في المبنى إلى جهة الشمال أو جهة الشرق أو جهة الغرب، وهي الجهات التي تميز بين أقل أماكن لتعرض الشمس، وهذا ساعد أيضا على تبريد المكان. بالإضافة لاستخدام الجدران السميكة وطبيعة الحجر المرجاني هو مادة تساعد على التهوية والتبريد. هل في خطط مستقبلية بخصوص القصر، وبخصوص أن القصر الحين يمر بعملية ترميم وإعادة بنائها إلى صورته الأولية؟ طبعا في هيئة أبو ظبي السياحة والثقافة نحن نركز على هدف كبير وهو إعادة تهيئة المبنى ككل وفتح للزوار والسياح لدراسة وتجربة هذا المبنى الجميل والشيق. طبعا هذا يستدعي مزيد من الوقت في البحث والتدقيق، يتطلب بحث معماري وبحث تاريخي وبحث مواد بالإضافة إلى توثيق كامل، بالإضافة إلى البحث الأثري والمقارنة. المبنى يعتبر مبنى مهم جدا وله أهمية كبيرة وكمعلم كبير في مدينة أبوظبي، والهدف الكبير هو جعل هذا المعلم الذي يستحق أن يكون شاهدا على تطور مدينة أبوظبي وأصلها. ومنو اللي قام بالهندسة المعمارية وشو المواد اللي استعملوها في البناء؟ طبعا المبنى يتكون من عدة أقسام. نعم. الجزء القديم أو الحديث أيضا بنائين محليين من المنطقة توارثوا هذه المهنة من عبر أجيال سابقة واتبعوا النمط التقليدي والإسلامي في البناء المعماري. بالنسبة للمواد أنا ممكن أراويكم مكان جميل يعني يلخص أهم المواد المستخدمة. شوف يعني في الأشياء اللي استعملوها يعني. مثل الحجر المرجان، مثل الحجر البحري، مثل المونة المحلية. خلنا نشوفهم. تفضل. طبعا اعزائي المشاهدين هذه هي الصخور المرجانيه اللي قال عليها استاذ عقيل والحين بيشرح لنا اكثر. استاذ عقيل خبرني اكثر عن هذه الصخور. نعم مثل ما تشوفون انتم هذه البرج القديم هو اقدم جزء من قصر الحسن، يتكون من عده صخور، من الصخر المرجاني اللي واضح هنا عندنا، وفي عندنا الصخر البحري اللي هو الصخور البحريه اللي ظاهر عندنا. ونفس الوقت كانوا يربطون الصخور مع بعض باستخدام المونة المحلية اللي تشوفونها باللون البيج، هذا هو عبارة عن صخر مرجاني يكسرونه بشكل بودر ويخلطون مع بعض الرمال والصخور الصغيرة مع الماء ويخلونها فترة لما تتحول لعجين، بعدين يبدأوا يربطون الصخور مع بعض. يعني حل محل الاسمنت قبل كان عندنا. بالضبط، يعني هو كان يعتبر رابط ما بين الصخور ويعتبر يعني مادة متوفرة محليا ولها فعالية كبيرة. فيما بعد اثناء الترميمات الاخيره اللي حدثت في الثمانينات اضافوا عده طبقات مثل ما نشوف نحن، طبقه من الجبس الابيض وطبقه من الاسمنت. طبعا نحن بعدنا في مرحله دراسه للمواد وكيفيه اعاده تاهيل المبنى وكيفيه ايجاد بدائل للمواد المستخدمه في الترميمات الاخيره، وتبين لنا مبدئيا ان المواد هذه مواد المضافه حديثه
يعني ضايقت شوي المواد القديمه بحيث انها خنقت المبنى من الداخل، لان الصخور المرجانيه والصخور البحريه بطبيعتها يعني الجيولوجيه والطبيعيه تتميز بمساميه عاليه، فتعمل كعازل حراري قوي وفعال، بالاضافه الى ان تسمح لتنفس المبنى من الداخل ومن الخارج بحيث انها ما لا يتراكم الماء المالح او تساعد على مقاومه التعريه والتجويه. استاذ عقيل مشكور على الحوار الجميل صراحه، وكلامك خلاني ارجع لورا لهذاك الزمان اللي بنوا فيه القصر، ما قصرت على هذا الحوار، يعطيك العافيه. شكرا. مشاهدينا خلكم مكانكم ولا تتحركون، دقائق وبنرجع لكم بعد الفاصل. عبد الله، المكاتب هني هذه مكاتب. شو كان يصير في المكاتب هذه؟ هذه اللي يجون عندهم حاجات، عندهم حاجات. نعم. عندهم، انت تعرف اني هني عندنا المحكمه. نعم. وعندك هني المجلس. عندك الاشياء اللي هي تهم العامه الضروريه يعني. والاساسيه. نعم. خلاص. هي هني كل هاي المكاتب هني طبعا. نعم. في اتفاقيه صارت في المكاتب هذه؟ شو الاتفاقيات اللي صارت مثلا؟ الوفود اللي تجي اكثرها. نعم. في اواخر الاواخر طبعا، في اواخر المرحوم الشيخ زايد. الله يعني صراحه انا هني بقول لك يعني هاي النقطه ننطلق منها يعني. نعم. احنا تكلمنا عن الماضي كيف كنا، الحمد لله ما كنا في عندنا جوع ولا في عندنا امراض مثل ما موجود في البلدان. نعم. لا يعني عندنا مساحات، عندنا اما بعد النفط طبعا وتولى الامر المرحوم الشيخ زايد يعني اصبحنا الان اتجهنا الى العمل. نعم. العقود صارت اتفاقيه بين حكومه ابو ظبي والشركات، شركات النفط على النفط البر. هذه هني صارت الاتفاقيات. اي نعم، كلها هني. نعم نعم، في البر والبحر ان شاء الله. وكل اللي اشتغلوا نعم. كلهم اهل البلد، ما حد للاسف اي ما حد، كلهم اشتغلوا. نعم. وكان لهم فرصه انهم نعم. كانهم تعلموا، لان تعرف نحن قبل هذا الزمان ما عندنا تعليم. صحيح. على مستوى التعليم ماشي مطوع، عندنا هي مال كتاب بن كرم. نعم. درويش بن كرم اللي ندرس عنده. نعم. وهذا هو. اما بعد الاتفاقيه اللي تمت بين مكتشفين النفط حقيقه يعني حرك البلد. ابو عبد الله انت صراحه شوقتني وايد اعرف عن ذكرياتك وتاريخك مع المكان. نعم. شو رايك نروح مكتبك؟ مكتبك هنا يا حيدر. نعم طبعا. شو رايك نروح مكتبك وتخبرني عن ذكرياتك؟ حاضرين معاك. توكل. حياك. مرحبا فيكم أعزائي المشاهدين مرة ثانية في 1 كيلومتر مربع. طبعا هذا المكان قصر الحسن اللي نحن فيه اليوم، ومعانا الأستاذ الحاج بن عبد الله المحيربي اللي بيخبرنا أكثر عن قصر الحسن وأبرز وأهم الأحداث اللي عصرها هذا القصر.
عبد الله، خبرني شو هي اهم الاحداث وابرزها اللي مر فيها وعاصرها قصر الحصن، طبعا في عهد المغفور له الشيخ زايد رحمه الله عليه. حكومه ابو ظبي دوائرها في 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 البدايه في الديوان كلها، البلدي، التعليم، وعندك الصناعه ومجلس الصناعه. ولذلك يعني الشيخ زايد يعني اخذ القرار ان يتم دائما في الحصن، يعني بالاضافه الى المواطنين وغيره. طبعا تجينا وفود في الحصن، والحصن حقيقه مميز في رهبه، يعني لما تدخل في الحصن طبعا في رهبه. عندك أربعة أبواب في هذا الحصن تشوفه، أربعة أبواب، يعني مش تشوفون أنتوا الآن الجنوبي ولا الشمالي، لا أكثر، لأن في حصن داخل حصن، في الحصن يعني ومصاق في نصه القصر الثاني، وهو عبارة عن طبعا المكاتب الرسمية، الدوائر الحكومية، أعطيك مثلا يعني الداخلية، الجيش، قلت لك أنا حطيت الداخلية ثم حطينا بعد معنا الجيش. شو الاتفاقية اللي حضرتها وشفتها في قصر الحصن؟ أول اتفاقية صارت هو نفس الدستور الدائم للاتحاد، أول ما زار الحصن راشد بن سعيد اني مع الشيخ زايد، وكان في رملة، وكانوا على اساس ان يعني تكون بس الامارات ابو ظبي ودبي. نعم يعني بس هذه الاتفاقيه كانت في سنه 69 يمكن. نعم، من تولى مره قبل هذه من تولى، يعني يمكن بينها ثلاثة شهور خمسة شهور. من تولى حكم أبو ظبي؟ من تولى حكم أبو ظبي لما انتقلوا من ليوا إلى أبو ظبي. إيه، دعاهم في 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 مقر قصر هذه. نعم. وبعدها الشيخ زايد أخذ هذا مركز في منطقة اسمها الحصى. نعم. عشان اللي هو يريد الأمور بسرعة تستوي، يعني الاتحاد، يعني تعرف احنا لسه ما صار الاتحاد بيننا ولا 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 قدمنا لأوراقنا للأمم المتحدة، ولكن سبحان الله يعني زايد فطري حكام في البداية. طبعا انا هاي كانت بداية، دعاهم الى ابو ظبي ونزلوا في الحصن. نشكرك على الاستضافة الطيبة وعلى المعلومات الوفيرة. طبعا هذا مثل ما تفضلت عبد الله، هذه رساله منك نحن ننقلها للناس للجمهور، ان قصر الحصن معلم يبين مدى قوه شعب الامارات، يبين مدى ترابطهم مع بعضهم. وما قصرت صراحه، ويعطيك العافيه عبد الله. الحمد لله، الله يسلمكم، مشكورين. طبعا اعزائي المشاهدين، نحن بعدنا هنا في ارجاء ابو ظبي وحوالين قصر الحصن في الكيلو مربع اللي نحن ماخذينه هذا. طبعا نلتقي مع الناس وهذا، نسالهم عن قصر الحصن شو يعرفونه، اذا اثر فيهم ويعرفون تاريخ قصر الحصن. ومعايا الحين الاخ، يعرفني باسمك. وياك الاخ محمد. والنعم يا محمد. محمد، شو تعرف عن قصر الحصن؟ طبعا مثل ما تعرف انا من الجيل الجديد، لكن على ما قال حياة يدي وابوي عاش طبعا في الفترة هذه، على حسب المعلومة اللي عندي انه قصر قديم من تقريبا ما يقارب 200 ل 250 سنة. كذلك اللي انا اعرفه يعني كمعلومة ان حياة الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له انولد في القصر هذا، وله ذكرى طيبة عندنا في قلوب كل حد طبعا. وشاركت كذا فعالية وزرت كذا معرض يعني حصل معانا في نفس قصر الحصن، وأنا كأحد الشباب من الجيل الجديد طبعا أشجع أن الناس تتوافد
وتتعرف على المعالم طبعا اللي عندنا، يزورونه كثافة، يتعرفون على الأقسام، يتعرفون على الحياة سابقا كيف كانت وكيف تغيرت. أنا أشدهم أنهم يشوفون، نعم يعني أنا أشجع هالشيء. طبعا هالشيء الحين الناس قامت تبتعد شوي شوي، لكن لا، أنا أشجعهم كل فرد وكل مواطن أو كل زائر لهاي أرض الدولة أنه يتقدم لقصر الحصن، يعني فرصة هاي لهم. طيب محمد، أنت قلت لي أنك من الجيل الجديد، زين؟ والجيل الجديد معروف مستقبل وتطور وحضارة وإلى آخره، التراث وين راح؟ أو خلنا نقول التراث، مش التراث، قصر الحصن شو وضعه في التطور هذا؟ طبعا شوف، نحن يقول لك اللي ما له ماضي ما له حاضر ولا مستقبل. مع التطورات اللي حاصلة والعولمة والناس وتركض والتطور الإلكترونيات والدنيا، لكن يظل شيء عندك في الماضي، يظل عندك خلفية عن السابق. يعني هاي أشياء ما تنسى، يعني هاي الأشياء بالعكس نحن نحدثها مع الأيام، الأجيال اللي جاية نحن نعلمهم، ما نمحيها، نقعد نعلمهم ونمارس ونخبرهم عن العادات والتقاليد اللي ربينا عليها الأول. ويعني أنا أشجع أن الشيء مع التطور مع الأمور هاي، لأنها الأشياء ما تنمحي. محمد، خبرني عن قصص قصر الحصن. حد كلمك من أهلك، يدك، أبوك، حد من أهلك كلمك عن قصر الحصن أو عن تاريخ قصر الحصن؟ نعم، على حسب يعني معلوماتي البسيطة اللي أنا اكتسبتها من الوالد ويدي الله يرحمه. طبعا كان موقع ووجهة للتجمعات، يعني أغلب الناس إذا كان عندهم مثلا شورف، عندهم شغلة حابينهم يتناقشون مع الشيخ، أو عندهم مشكلة حابين أنهم يحلونها يجدوا لها حل، كان يتجهون لنفسه قصر الحصن. يعني كانت وجهتهم هناك. كذلك كانوا يتجمعون على حول قصر الحصن، كانوا يمارسون بعض الألعاب الشعبية. وجهة للتزاور طبعا كانت أماكن خاصة لميالس الرجال و أماكن خاصة للحريم وتجمعاتهم ومناقشاتهم. يعني عندك علم في تاريخ القصر، يعني شو كانوا يسوون؟ هذا شيء واجب علينا، يعني الواحد ما ينسى ماضيه، بالعكس يحدث بين فترة وعياله والأجيال جاي ويفهمهم ويعلمهم أن هل يعني كثر ما يعني نسوي ما نخلي الذاكرة هاي تنمحي، الكل يكون على علم عن تاريخ قصر الحصن والأماكن الأثرية بشكل عام. يعني شو رأيك في قصر الحصن في المستقبل؟ شو ممكن يكون قصر الحصن؟ هل عندك مثلا فكرة أو خطة ممكن تتنفذ لقصر الحصن، سواء كانت إيجابية أم سلبية؟ والله شوف، من وجهة نظري أنا أن يصير عليها يعني تطوير أكثر، يكون الوجهة الأساسية للسائح اللي قادم من برا. لان شوف الحين يجون السياح، طبعا اول شيء لما انت تسافر او تروح اي مكان تدور الاماكن الاثريه قبل الاماكن الحديثه. فانا يعني من وجهه نظري انه يكثفون عليه الاعلام، الدعايات، الامور هذه، يفهمون السائح اللي قادم من الخارج لداخل الدوله. كذلك في ناس عايشين على ارض الوطن مو بعارفين عن قصر الحصن خلفيه كامله، فيعني يكون يكثفون الفعاليات اللي تحصل في قصر الحصن نفسه عن طريق نشر بروشورات، الدعايات الإعلانية الكبيرة هذه، إنه تفهم السائح عن أمور وخلفيات قصر الحصن. طبعا هذا شيء نحن نتمناه. طيب أنا طبعا وأنت كنت تتكلم عن القصص اللي كانوا يخبرونك إياها يدك الله يرحمه وأبوك الله يحفظه، يا سؤال في بالي كنت بسألك، يعني هل القصص هذه حسيت أنها أثرت على نفسيتك وانت صغير؟ هل جعلت منك مثلا شخص اقوى، ولا غيرت منك مثلا في نفسيتك بشكل عام او بشكل خاص؟ بالعكس، وكشكل خاص يعني انا تمنيت اني كنت عايش في هيك الفتره، اني على الاقل لو بشيء بسيط. انا يعني عشت ما بين القديم والحديث، لكن مو بالقديم قديم يعني، وتمنيت اني انا اعيش اللحظه، لان بالعكس وهم يرمسون ويخبروني عن القصص، يعني شيء يشوك يشدك للموضوع هذا، انك تبغي تمارس الألعاب الشعبية. طبعا الحين كل شيء للأسف يعني ما عادت هيئة الألعاب، لكن تتشوق لها يعني كنت أتمنى أني صراحة أني أنا أعيش في هيك اللحظة مع أجدادي وكذا
والالعاب القديمه طبعا لها يعني طعم ثاني غير عن الحين الالعاب الجديده الالكترونيات والامور. اي محمد ما قصرت، تسلم على المعلومات على المقابلة الطيبة. أعزائي المشاهدين خلكم معانا، بعدنا مستمرين بنقابل ناس أكثر قد ما نقدر، طبعا الشمس بدأت تغيب الحين، بنحاول نقابل عدد أكبر من الناس عشان نسألهم عن قصر الحصن وشو رأيهم في قصر الحصن وفي تاريخ قصر الحصن. طبعا أعزائي المشاهدين ونحن نتجول في الواحد كيلومتر مربع وبين زواياه لقيت أبو حامد، كيف الحال؟ عساك بخير. الله يعافيك. الله يعافيك. طيب مرحبا. الله يخليك. الحمد لله طيب. خبرني عن قصر الحصن وتاريخ قصر الحصن، شو تعرف عنه؟ انبنى 250 سنة ونولد فيه الشيخ زايد الله يرحمه، ومن معالم ابو ظبي القديمة جدا، ومركز طبعا مركز كبير ولي الفخر انه يكون موجود هنا، ودائما كل ما مر عليه يبعث فيني نفس روح الفخر، نفس رمز لتراثنا موجود لسه هنا في وسط. والله صدقت فعلا، الواحد يوم يشوف المكان هذا يفتخر الانتماء للوطن هذا، يفتخر بالمكان هذا. طبعا خبرني الحين، انت شايف مثلا عمران ما شاء الله وتطور وحضاره والكترونيات وسيارات، شو وضع القصر كمعلم اثري هنا في الاماره؟ هذا بيتم ما دام هو موجود هنا وراسخ، يعني يعطينا حقنا احنا والاجيال اللي بعدنا، يعطيهم نبذه عن تاريخنا واصلنا وحضارتنا كيف انبنت وكيف كانت. يعني الحين قام العمران وقام التطور وبعد قصر الحصن مكانه ثابت صامد في نفس المكان، هل مأثر بشكل سلبي ام ايجابي عليهم؟ اذا كان بشكل ايجابي كيف وسلبي كيف؟ والله اللي طبعا بشكل ايجابي طبعا اول شيء للمواطنين، فما دام هو موجود يبحث فيهم نفس روح المعرفه، بيعرفون ليش هذا هني وشو سبب هذا. ما دام هالرمز موجود اي واحد بيد الدوله لازم يعرف هالشيء، لانه دام موجود بيتم كيف اقول لك انه طامح، يعني يحث الناس الزوار، المواطنين طبعا يعرفون بس الزوار بيحثهم ليش هالمعلم بعده موجود، ليش المواطنين او الناس بعدها محافظين على الشيء. فمن هالشيء ما دام موجود بيعرفون تاريخنا وتاريخ الدوله وتاريخ شيوخنا الله يطول اعمارهم. عموما مشكور ابو حامد ما قصرت. طبعا مشاهدينا كان ويانا ابو حامد ما قصر، معلومات شيقه ومقابلات طيبه مع الناس، خلكم ويانا بنرجع لكم. كيف الحال؟ الحمد لله. خبرني من الريال؟ عمر بن عيسى. والنعم. عمر تعرف شيء عن قصر الحصن؟ طبعا قصر الحصن في منطقة الظفرة، هذه هني هاي المنطقة يسمونها زمان منطقة الظفرة، واللي أذكره يعني بخصوص قصر الحصن بالضبط إن كنا يوم صغار أذكر يعني إن كنا نروح نلعب دبة، يمكن انتم ما سمعتوا فيها. عفوا شو اللعبه؟ عفوا دبه. طيب شو الدبه هذه؟ كيف يعني دبه؟ دبه طال عمرك هذه عباره عن مستطيل ومقسم، وكانوا في بنات واولاد، هي لعبه للبنات بس نحن صغار نشارككم قبل، يعني تجيب حصاه وتفرها وتتم تدزها بريلك، عرفت؟ عرفتها. هذه لعبه، وعندك التيله، واللي اذكره بعد في شغله دوم يعني تي على بالي انه قبل يوم يستوي عندنا عرس او شيء على طول، يعني قبل العرس مو شرات الحين فصاله وكذا، لا قبل المعرس يجمع زهبه عوده ويشلها، يعني يشلونها بسيائير بكبات محمله شنط، ويسيرون شو اسمه بيت الشيخ، كان الشيخ موجود الله اعلم، انا ما اذكر كنت صغير منو الشيخ بالضبط كان في القصر ساكن، وكانوا يراونهم يعني تحرمه وتقول لهم مثلا هاي كم منعال كم كندورة كم كذا، هاي للعروس هاي كذا، هاي يعني أمور كثيرة هاي قبل الأوليين يسوونها. هذه كانت تصير هالأمور كلها في قصر الحصن نفسه داخل؟ لا هاي ما تصير في قصر الحصن، هاي أنت كمعرس يكون في بيتك، بس أنت احتراما للشيخ، لأن الشيخ قبل مسؤول عن كل شيء، يعني ما في سالفة تستوي أو مشكلة تستوي إلا الناس توصل للشيخ. والحين مثل يوم أنا بعرس لازم الشيخ يعرف عن هالشيء ويشوف المال وهو يبارك فيه، يعني يعطي من عنده ويبارك فيه.
يعني كان المعرس يروح لين القصر ويتلاقى ويا الشيخ ويقول له انه بيعرس ويعلن الموضوع هذا في 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 القصر عندهم. لا مش اعلان مش بشكل اعلان بس شيء متعارف عليه من بين الناس كلها انك انت اذا بتعرس لابد ان الذهبه هاي توصل قصر الشيخ. زين خبرني عن طفولتك بما ان انت ساكن في المنطقه هذه قريب من قصر الحصن. خبرني عن طفولتك. يعني القصر هذا شو ضاف في طفولتك؟ اثر على نفسيتك على المستوى الشخصي والمستوى الاجتماعي؟ والله الحين مثل يوم تبى ترمس مثلا عن مصر انت شو بتقول؟ بتقول ابو الهول، بتقول الاهرامات، بتقول الاقصر، بتقول يعني شيء رمز في البلد. احنا عندنا هالقصر مثابة الرمز. يوم الناس يعني الحين لو مثلا تبى تتصل في مطعم، تتصل بشيء، بس تقول له انا قريب قصر الحصن، خلاص انت مكانك معروف. ليش؟ هذا يسمونه يعني مثل شو، معلم اثري. ايوه اكيد طبعا. يعني الناس هني صارت تتلاقى، يعني اذا مثل ما قلت انت انه مثلا مضيع ولا شيء، وين انت؟ انا عند قصر الحصن. زين اخوي عمر خبرني عن التطور. انت شايف ان اماره ابو ظبي الحين ما شاء الله تطورت حضاره وتطور وعمران، قصر الحصن شو وضعه في التطور هذا؟ والله شوف، اول شيء يعني بخصوص هالكلام هذا، انا احب اشكر شيوخنا بصراحه والقائمين على كل شيء اللي خصنا نحن اهل الامارات، يعني شعبي او تراثي. بالنسبه للقصر، انا انت لو تذكر اسال اي واحد رايح بريطانيا او رايح ايطاليا، اللي يميز ايطاليا، انت لو تروح ايطاليا المباني وهذه اوكي موجوده، لكن انت لما تبى تروح مكان يعني تحس فيه بحقيقه مثلا ايطاليا، تروح روما تشوف المباني القديمه. انا بصراحه واحد من الناس لما اشوف يعني القصر احس بالفخر، احس ان اجدادنا هني. نحن ما جينا، يعني في ناس مفكرين ان نحن جينا من الهوى، كيف هاي الدوله طلعت شي مره واحده، كيف التطور الرهيب هذا. لكن الحقيقه ان احنا عندنا ارث عميق في البلد هذه، بس الناس يمكن ما ماخذه فكره، او نحن المفروض نعين ناس حوالين القصر يعطون اي واحد بكل لغات، احنا عندنا من جميع العالم، يعطون اي واحد مثلا فكره عن هالقصر وكم عمره. في ناس ما تعرف ان عمره 250 سنه، صدقني. يعني هذا اللي اشوفه، انا اشوفه انه شيء فخر لنا نحن. خبرني اخوي عمر عن القصر، اذا عندك اي اقتراحات بشكل ايجابي. والله اذا 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 عن نفسي انا، طبعا انا ما الافكار كثيره، لكن عن نفسي انا اتمنى انه يكون مثل ما هو، طبعا ما يتغير الا اذا يكون في ترميم او كذا. اذا كان في اضافه، الاضافه الحقيقيه اللي بتكمله وبتخلي الناس يعني تتعرف على القصر، انه تقام فيه احتفاليات ومهرجانات. جزاك الله خير يا أخي عمر. بس معلومة، لأن قصر الحصن الحين قايمين عليه على ترميمه، وفي مهرجان قريب بعد بيصير إن شاء الله تزوره. جزاك الله خير وما قصرت. شكرا شكرا. ما بوسعي إلا أني أشكركم أعزائي المشاهدين لمرافقتكم لنا، وإن شاء الله بنلتقي في الحلقة الجاية عشان نكتشف مع بعض الأجمل والأرقى والأفخم والأغلى في 1 كيلومتر مربع. مع السلامة.